السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة ماث انرجي. فيديو النهاردة إن شاء الله هيتكلم على أهم قوانين القدرات واللي من خلالها هتساعدك كتير في حل المسائل. نبدأ بأول قانون وهو قانون المصافحات. قانون المصافحات هو نون في نون ناقص واحد على اتنين، حيث نون هي عدد الأفراد اللي هو بيسألك عليهم. يعني مثلا لو قالك 10 أفراد هتشيل نون وتحط 10، 5 أفراد هتشيل نون وتحط 5، وهكذا. تعال نشوف المسألة اللي جت قبل كده في القدرات. بيقول اجتمع مجموعة من الأشخاص وعددهم 12 شخص، ثم صافح كل منهم الآخر مرة واحدة، فكم عدد المصافحات؟ خلاص هنا هنطبق القانون مباشرة. أنا عندي نون اللي هي عدد الأشخاص، موجود عندي عدد الأشخاص 12، فهعوض عن قيمة نون ب12. يبقى هكتب 12 اللي هي نون في 12 ناقص واحد على المقام ثابت عندنا وهو 2. نبدأ نختصر، 2 مع 12 يديني 6، وطبعا 12 ناقص 1 11، يعني المسألة كلها بقت 6 ضرب 11 يساوي 66. إذن الإجابة عندنا رقم جيم 66. نشوف القانون رقم 2 اللي هو قانون عدد أعواد الثقاب. لما يسألك على عدد الأعواد المستخدمة في صنع مجموعة من المثلثات، أو عدد الأعواد المستخدمة في صنع مجموعة من المربعات، عدد المثلثات هتستخدم القانون 2 نون زائد 1، حيث نون دي عدد المثلثات اللي هو بيسألك عليها. طب لو عدد المربعات يبقى القانون بتاعنا 3 نون زائد 1، ونون هي عدد المربعات. تعال نشوف مثال ونشوف هنحل ازاي. بيقول إذا كان 7 أعواد تكفي لصناعة مربعين، فكم عودا نستخدم لصناعة 9 مربعات؟ خلي بالك بقى، هي دي نون، 9 دي نون، فهو عايز يسأل على ايه؟ على المربعات. يبقى هشيل نون واحط كام؟ 9، وعوض في قانون المربعات اللي هو 3 نون زائد 1. اشيل نون واحط 9، يعني 3 ضرب 9 زائد 1، 3 ضرب 9 يساوي 27، 27 زائد 1 يساوي 28. اذا الاجابة رقم ج. نروح نشوف القانون اللي بعد كده، قانون عدد صفحات كتاب. لما يجي يقول لك قرأ أي شخص كتاب من صفحة كذا إلى صفحة كذا، كم صفحة قرأ؟ مش هتقعد تعد على إيدك وتضيع الوقت. القانون عندنا هو ببساطة النهاية ناقص البداية زائد 1. يعني مثلا لو عندك المثال اللي موجود ده، هند اطلعت على مقتطفات من كتاب معين من صفحة 30، خلي بالك دي البداية، إلى صفحة 75 دي النهاية، فكم صفحة اطلعت عليها؟ هنطبق القانون بمنتهى السهولة، النهاية عندك 75 ناقص البداية عندك 30 زائد 1، ونطرح 5 ناقص 0 يساوي 5، و7 ناقص 3 يساوي 4 زائد 1، يعني 45 زائد 1 يديني 46 صفحة. يبقى هي اطلعت على 46 صفحة. الإجابة رقم ج. القانون اللي بعد كده وهو القانون اللي بيستخدم في حل المسائل الخاصة بعدد الأشجار وعدد الأعمدة التي يمكن وضعها في طريق. القانون ببساطة هو المسافة الكلية على المسافة البينية اللي هتبقى بين العمودين أو بين الشجرتين زائد 1. تعال نشوف مثال ونشوف هنحله ازاي. بيقول طريق طوله 2000 متر، تم إنارته من بدايته إلى نهايته. إذا كانت المسافة بين كل عمودين هي 5 متر، فما عدد الأعمدة المستخدمة؟ كل المعطيات عندك موجودة، الطريق طوله كله 2000، إذن دي المسافة الكلية. إذن هكتب 2000 اللي هي المسافة الكلية على القانون بيقولي المسافة البينية اللي هي المسافة بين العمودين. قالك المسافة بين العمودين بين كل عمود والآخر هي 5 زائد 1، دي في أصل القانون. ونبدأ نقسم، طبعا 20 تقسيم 5 يساوي 4، والصفرين ينزلوا. إذن 2000 على 5 فيها 400 زائد 1، يعني الإجابة 401. إذا الإجابة رقم 2. القانون اللي بعد كده اللي هو القانون بتاع المسألة المشهورة مزرعة الحيوانات. القانون نص مجموع الأرقام بعد كلمة إلا على الأنواع ناقص 1. إزاي الكلام ده؟ تعال نشوف المسألة اللي بتيجي على طول، تقريبا هي بنفس الأرقام في الامتحان. مزرعة حيوانات كلها بكر إلا، دي الكلمة اللي موجودة عندنا في القانون، إلا 3، وكلها إبل إلا 2، وكلها ماعز إلا 5، كم عدد الحيوانات بالمزرعة؟ كل اللي احنا هنعمله هنطبق القانون اللي فوق بمنتهى السهولة. القانون بيقول مجموع الأرقام بعد كلمة إلا. كلمة إلا عندنا هي بعدها أول رقم عندي 3،
زائد كلمة إلا هنا أول رقم بعدها 2، زائد كلمة إلا هنا أول رقم بعدها 5، يبقى 3 زائد 2 زائد 5. على الأنواع عندنا كام نوع؟ عندنا بقر وإبل وماعز، يبقى عندنا 3 أنواع، يبقى إذن 3 ناقص 1 دي في أصل القانون. ونبدأ نجمع، 3 زائد 2 5، 5 زائد 5 يساوي 10، على 3 ناقص 1 يساوي 2، 10 على 2 يساوي 5. إذن الإجابة يساوي 5. نشوف القانون اللي بعد كده، قانون الحد النوني في المتتابعة الحسابية. طبعا من ضمن القوانين المهمة جدا قانون الحد النوني، نصه ألف نون يساوي ألف واحد زائد نون ناقص واحد في دال، حيث ألف واحد ده الحد الأول، ونون هو رقم الحد اللي هو بيسأل عليه، ودال دي أساس المتتابعة اللي هو مقدار الزيادة أو مقدار النقصان بين الحدود. هو السؤال هنا بيقول أوجد الحد العاشر، إذا النون هنا هتساوي 10. في المتتابعة الحسابية حدها الأول أهو، الحد الأول هنا 3، فاضل الأساس، الأساس هو مقدار الزيادة، 3 بقت 7 اللي حصل لها زادت 4، يبقى دال هنا هتساوي 4. إذا عندنا كل حاجة، هنعوض بس في القانون، هنقول بقى الحد العاشر اللي هو عايزه يساوي ألف واحد، يعني الحد الأول اللي احنا قلنا إن هو 3، زائد نون ناقص واحد، نون اللي هي رقم الحد اللي هو 10 ناقص 1، ضرب دال اللي هو أساس المتتابعة اللي هو مقدار الزيادة اللي هو 4. بعد كده 3 تنزل، وخلي بالك من ترتيب إجراء العمليات الحسابية، أولا فك الأقواس، 10 ناقص 1 يساوي 9، بعد كده الضرب أو القسمة، يبقى 9 ضرب 4 يساوي 36. إذا المسألة بتاعتنا بقت 3 زائد 36 يساوي 39، الإجابة رقم 2. بعد كده يا شباب نروح للقوانين الخاصة بموضوع السرعة، وإحنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على السرعة والمسافة والزمن، علشان كده هنكتفي بس بذكر القوانين بدون أمثلة. القانون الأول وهو قانون السرعة، اتكلمنا على مثلث السرعة المشهور، وقلنا إن السرعة بتساوي المسافة على الزمن. القانون الثاني وهو قانون زمن اللحاق، بيساوي سرعة الأقل في الفارق الزمني على فرق السرعتين. بعد كده للسرعة المتوسطة لها قانونين، إما مجموع المسافات على مجموع الأزمنة، لو احنا بنتكلم مثلا على سرعة شخص ذهابا وإيابا، يبقى مجموع المسافات على مجموع الأزمنة، أو القانون الثاني اللي هو السرعة الأولى ضرب السرعة الثانية ضرب 2 على مجموع السرعتين. التمارين اللي اتكلمت على قوانين السرعة يا شباب موجودة في الفيديو اللي فات، أتمنى ترجعوا للفيديو وتتفرجوا عليه. وبكده يا شباب يكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا منه. ما تنساش بقى تعمل لنا لايك واشتراك للقناة، ودمتم جميعا بخير.